عبد اللطيف الصيح طالب في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه ومنسق محلي ووطني في التنسيقيه الوطنيه للطلبه والخريجين وكذلك الممرضين. نحن اليوم كتنسيقيه محليه لطلبه خريجي وممرضين المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه بفاس، واستمرارا في المعركه النضاليه اللي كنخوضوها ضد مخططات الفساد اللي كتنهجها الوزاره الوصيه، اللي كيبقى الهدف منها دائما هو تضييق الخناق على الممرض المغربي من جهه وقبر كرامته والارهاق بصحه المواطن المغربي. هذه الوقفه هذه ناتجه عن مخرجات الاجتماع الوطني اللي كان في موقع فاس يومي 2 و 3 يناير 2012. من خلال هذه الوقفه كنعبروا على التشبث المتين بملفنا المطلبي العادل والمشروع، واننا مستعدين اننا نضحيوا بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذه المطالب. وهذه هي فقط بدايه المسار النضالي اللي تسطر، باقي عندنا خطوات نضاليه، خطوه محليه ذات طابع وطني يوم 3 مارس وخطوه جهويه يوم 17 مارس، اضافه الى انذار وطني يوم 7 مارس تخليدا للانزال التاريخي للتنسيقيه الوطنيه يوم 30 مارس 2019. وبهذا الصدد نطالب سيد الوزير وكل المسؤولين على القطاع والحكومه بفتح باب الحوار امام التنسيقيه الوطنيه ومناقشه ملفنا المطلب العادل والمشروع، ونحيطهم علما انه في حاله استمرارهم لنهج هذه السياسه، سياسه الاذان الصماء، فان التنسيقيه الوطنيه ستقوم بتسطير برنامج نضالي تصعيدي بعد 30 مارس ستتحمل معه هذه المؤسسات الكوارث ديال هذا التصعيد. هذا الهدف من هذا الشيء انه نحققوا المطالب ديالنا، دفاعا عن المطالب ديالنا، ونسوقوا القضيه التمريضيه، يعرف الشعب المغربي الصوره الحقيقيه ديال الممرض، وانه الممرض مازال ما عندوش واحد الهيئه اللي كندافعوا عليها منذ 2007، واحد الهيئه اللي غتحدد الصفه ديال الممرض شكون هو، ما يجيش اي واحد يطاول على المهنه ديال التمريض، وانه هذا الممرض يكون عنده مصنف كفاءات اللي كنناضلوا عليه ايضا من 2007، مصنف كفاءات هو اللي حدد لنا المهام ديال كل تخصص، المهام ديال القابله، المهام ديال المساعد الاجتماعي، المهام ديال ممرض في العلاجات التمريضيه، مهام ديال تقنيه في الصحه، وكنناضلوا ايضا على انه نرفضوا جميع اشكال التعاقد سواء المباشر ولا سواء الغير المباشر، انها ما تكونش في قطاع الصحه، نظرا للفشل ديالها اللي برهنات عليه في قطاع حيوي اخر، وقطاع اللي هو اساس الدوله اللي هو التعليم. وكنشوفوا حنايا كمواطنين اليوم وكمسيرين وكصناع قرار الفشل الذريع لهذه السياسه ديال التعاقد. هذه الوقفه هذه نتيجه عن واحد الاجتماع ديال التنسيقيه اللي الهدف ديالها هو تحقيق مجموعه من المطالب اللي هي 8 المطالب، وهي مطالب محدده. من بين هذه المطالب هذه عدم ادماج الخواص، حنا ما عندناش مشكل مع الخواص كما كنقولوا، عندنا مشكل مع البروغرام ديالهم وكيفاش كيقراو اللي هو مختلف تماما على الفورماسيون ديالنا حنايا. درنا هذه النهار وقفه مسيره احتجاجيه ندادا وغرارا على ما جاء به اخر المخرجات البيان الوطني اللي كان عاد خرج، وجينا باش نطالبوا بالحقوق ديالنا اللي هما 8، وهما مطالب مشروعه. تلقاش المطالب 8 اللي كنطلبوا راه حاشا ولاو تكون مطالب، هذوك راهم حقوقنا وخصهم نورمالمون يكونوا، ما خصناش نطالبوا بهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.